راح نعمل الخبز التوست الأسمر. راح نضيف 250 ml مي دافية مع معلقة طعام سكر ومعلقة ونص طعام خميرة فورية. راح أحركهم وأتركهم لمدة 10 دقايق أو لحد ما تطلع الخميرة. طحين القمحة الكاملة أو الطحين الأسمر راح نضيف له معلقة ملح صغيرة ونبلش نضيفه على المي والخميرة. بعد ما تتفاعل الخميرة مع المي نبلش نحركهم ونضيف على دفعات تقريبا 400 جرام للطحين. فيكم تضيفوه على دفعات لحتى تتشكل عنا عجينة متماسكة. هلأ نحن بس نشوف انه قوامه بلش يشد بنبلش نعجنها بإيدنا. نرجع منضيف عليها 50 جرام زيت زيتون، تقريبا 3/4 فنجان القهوة. بنضيفهم كمان على دفعات وبنعجن. هلأ تماسكت معنا العجينة، راح رش شوية طحين على سطح نضيف وشكل رغيف الخبز اللي عندي. دايما العجين لازم يكون من برا لجوا مشان ما نروح الهواء اللي فيها. راح اعملها بحجم القالب اللي انا عندي اياه، راح لفها هيك على شكل رغيف الخبز لحتى احطها بقلب القالب. هلا بدهن القالب اللي انا عندي بشوية زيت زيتون. اللي بحب يضيف ورق زبدة للقالب تبعه ما في مشكلة. هلا راح اضيف رغيف الخبز احطه بقلب القالب وغطيه واتركه لحتى يتخمر. وراح اعمل فيه بيعود كم ثقب لحتى اسمح للبكتيريا النافعة انها تتنفس. هلا راح رخي الغطا شوي مشان اسمح لها ترتفع اكتر واكتر لحتى يطلع معي الخبز هش ما يطلع تقيل. تقريبا راح تاخد وقت بين 1.5 ساعة لساعتين تخمير حسب درجة الحرارة اللي عندكم اياها. هلا بقدر اظبط حوافه بالسكين اذا ماني حابه انه يطلع فيها شي مايل، وبدخلها على فرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. بكون محميته من قبل تقريبا لتحمر. تقريبا اخذت معي نص ساعة تقريبا. هلا اول ما تطلع من الفرن وهي سخنة بحط عليها غطاء مبلول 10 دقايق، وبعدين بقلبها على شبك لحتى تطلع كل البخار اللي فيها مشان ما ترطب من جوا، وبتركها لحتى تبرد على الآخر وتنشف تماما. بعدين بقطعها، لازم تكون باردة وناشفة لحتى تتقطع معنا. خبز صحي وللي عاملين رجيم ومشبع وسهل ومواده مانا صعب انها تتوفر عنا. جربوه، واي استفسار فيكن تتركوا لي اياه بالتعليقات.